أعلنت من فترة إن الموسم ده هيكون الأخير ليك مع هيني بون الفرنسي، حددت وجهتك اللي جاية ولا لسه؟ فعلا لعبت مع نادي هيني بون الفرنسي دلوقتي لمدة سنتين، وكانوا سنتين الحمد لله ناجحين جدا. يعني وصلنا أول سنة كنا الثالث على الدوري، كان ممكن نعمل أفضل ولكن تعودت شوية في الشامبيونز ليج، يعني لعبنا أفضل بكتير في الشامبيونز ليج، وصلنا كوارتر فاينل، وكمان السنة دي قررنا تاني ووصلنا كوارتر فاينل الحمد لله، وفوزنا حتى على الفريق التاني على الشامبيونز ليج كله اللي هو إيكاترينبورغ الروسي الحمد لله في روسيا، ومن أكتر الماتشات الكويسة جدا. وأنا شفت إن من هنا لغاية باريس لازم الواحد يزود شوية في التمرين ويقلل من اعداد المنافسات، ولكن يعلي شويه من الكواليتي بتاعتها. يعني لو انا هلعب في دوري يبقى افضل دوري، ما العبش في دوري تاني بسبب ان هو مثلا ممكن يكون العقود اكبر او يكون في بعض المميزات الاكتر. فعشان كده الدافع ورا ان انا الحمد لله من 1/7 اللي جاي ده على طول مضيت لنادي بيرج نويشتاد الالماني، نادي من الأندية اللي بتنافس على لقب الدوري الألماني. الدوري الألماني هو أقوى دوري في العالم حاليا، وشايف إن دي هتبقى حاجة كويسة. أولا حاجة إن لاعب مصري يلعب في الدوري ده ويبقى عندنا اشتراك بشكل عام، يمكن إن شاء الله كمان في المستقبل يبقى عندنا 3-4-5 بيلعبوا في الدوري ده سواء أولاد وبنات. عايز أقول برضو إن دينا مشرف لعبت في الدوري ده في دوري السيدات مع نادي برلين لمدة سنتين كأول لاعبة مصرية تلعب في النادي ده، وكانت الفترة اللي فاتت حتى بتعمل إعداد في دوسلدورف، وكنا بنستعد مع بعض لبطولة إفريقيا، وكمان إن شاء الله هنعمل إعداد تاني برضو زي ما بقول بمجهودات فردية بنتجمع عشان نستعد إن شاء الله لبطولة البحر المتوسط. ولكن هرجع تاني لموضوع النادي، نادي بيرج نويشتاد ده هي إن شاء الله هيديني احتكاك قوي جدا بلعيبة معاهم ميداليات أولمبية بالفعل موجودين في الدوري الألماني، وهيخليني أقلل من السفر لفرنسا، وبالتالي أزود من عدد التمرين ومن التأهيل ومن الريكوفري عشان إن شاء الله نوصل لباريس في أحسن فورمة ممكنة. يا مسهل طبعاً حتى تقلل السفر ده عشان الناس تفهم، عشان أنت أساساً كده كده مقيم في ألمانيا بالزبط. فعشان الناس تبقى فاهم بس. طيب أنا عايز أعرف بقى إزاي بينفع تلعب مع فريقك الأوروبي وفي نفس الوقت تشارك مع الأهلي في بطولات الدوري وبطولات العربية والأفريقية؟ إيه النظام في التنس الطاولة كده؟ زي اليد مثلاً بتبقى إعارات ولا بتبقى عاملة إزاي؟ بص، هو حاجه مهمه قوي بجد عشان الناس تعرفها كمان، يعني ناس كتير قوي بتقعد تسالني انت ازاي بتلعب مع النادي الاهلي في الصيف وبعد كده في الموسم بتلعب مع الدوري الفرنسي او الدوري الالماني. هو ببساطه شديده النادي الاهلي عنده 3 بطولات في السنه، هما 3 بطولات مصيريه بالنسبه للنادي الاهلي: الدوري المصري، الانديه الافريقيه، والانديه العربيه. الانديه الافريقيه والانديه العربيه بيكونوا في الصيف بعد انتهاء الدوري الاوروبي، فعشان كده اللاعب بيكون عنده حريه الانتقال الى اي دوري تاني يلعب. انا كنت دايما كان عندي عاده ان انا في الصيف بروح الصين العب الدوري الصيني، لان الدوري الصيني مده شهر واحد بس، بيبقى شهر 6، بيبقى بعد انتهاء الدوري بيبقى في الصيف، وده بقى بيديك احتكاك وبيديك خبره وبيديك قوه فنيه وبدنيه ممكن تفضل عايش عليها السنه كلها. طبعا دلوقتي عشان الكورونا للاسف ما بقاش موجود الدوري الصيني، فدلوقتي لما جالي بعد الاولمبيك جيمز وكابتن محمود الخطيب وساعتها حتى كابتن خالد درندلي وكابتن خالد مرتجي انا فاكر، وكان في اعضاء مجلس الاداره كانوا يتكلموا مع الجهاز الفني للنادي الاهلي، قال له بطوله الانديه العربيه الجايه دي فيها اكتر من تحدي، لان الفرق بالذات فريق قطر وفريق السعوديه جايبين لعيبه من اول 20 لاعب على العالم المحترف بتاعهم، معنى كده ان احنا لازم كمان يكون فريقنا اقوى فريق ممكن. فالحمد لله رحنا بدون محترف مع النادي الاهلي، وانا كنت انا وخالد عصر وسيد لاشين محمد البيلي محمد شومان شادي مجدي عمر بدير، ورحنا الحمد لله وكسبنا الحمد لله اللقب بدون محترف، ومفيش محترف في الانديه العربيه الاخيره قدر ان هو يفوز بمباراتينه في الاهلي، يعني كان دايما يفوز بمباراه ويخسر بعد كده. ودي حاجه تخيل انت رايح بمصريين احنا فقط النادي الاهلي فقط ونفوز على فرق بامكانيات اكبر، بالنسبه لنا اللقب بيبقى اغلى. طبعا في اولمبياد ريو 2016 ورغم انك خرجت من دور ال64 بس قدمت مستوى جيد وخسرت بصعوبه 4-3، بس هل بقى كنت وقتها واثق ان انت بعد 4 سنين او بعد حصل بعد 5 يعني في طوكيو هتكون قادر ان انت تقدم اللي انت عملته دوت وتوصل لربع النهائي؟ شوف، واثق لا،
ولكن كنت غاضب، لو هو ده التعبير الصح. انا كنت متوقع اكبر بكتير اكتر من النتيجه اللي انا قدمتها في ريو، وكنت شايف ان انا مقصر في ريو، يعني مقصر في الاعداد ومقصر في كمان في البطوله. كنت حاسس ان انا كان ممكن اعمل افضل من كده بكتير، وخدت التجربه من ريو وحاولت ان انا اعمل افضل منها في طوكيو. هقول لك على حاجه كمان برده ما قلتهاش قبل كده، خالد عصر كان معايا في الاثنين، كنا مع بعض في الاوضه في ريو، كنا مع بعض في الاوضه في طوكيو. من اول يوم في ريو خالد شايفني ما بهمتش، كنت بروح الجيم يمكن مرتين ثلاثه في اليوم. كان ساعتها حتى فريق اليد كان كابتن احمد الاحمر، كنت ساعات حتى نروح للجيم مع بعض، فيقول لي وانت قاعد هنا ما بتتحركش يعني. فكان من الحاجات اللي انا شايف ان هي اثرت عليك سلبي طبعا مش ايجابي. فخالد بقى جالي في طوكيو المره دي قال لي بص، انت اللي عملته المره فاتت ده كان غلط، لازم تتعلم منه، لازم يبقى فيه فترات راحه، لازم يبقى فيه فترات تجهيز، بحيث ان انت تنزل الماتش تبقى 100% نازل الماتش تأدي فيه. ودي من الحاجات اللي انا اتعلمتها من ريو، وطبعا من لندن كمان قبلها. سبحان الله نفس اللاعب اللي انا خسرت منه في ريو هو اللي انا لعبته اول راوند في طوكيو، لاعب كولي. بس الفرق بقى انا في ريو كنت انا اللي سابقه في التصنيف وخسرت، والمره دي كان هو سابقني في التصنيف، الحمد لله انا ربنا وفقني وكسبت. عمر، هو انت يعني سمعنا قبل كده ناس كان في تصريح قالك ان هو ايه الفرق ما بين عمر قبل كده وعمر دلوقتي في العقلية انها اختلفت. هو انت من نوعية اللي هو مثلا ايه تخبط لما تخسر، تخبط ايدك في الحيطة فتكسرها مثلا، اللي هو ايه يعني حاجات زي كده، اللي هو ايه لا اهم حاجة ما اكسبه بس. انا كنت زمان مجنون. دي حقيقة. زي ايه يعني كنت احيانا طبعا ما كنتش بكسر حاجة او بعمل حاجة، على قد ما انا كنت دايما عندي حتة اللي هي جلد الذات، اللي هي لو انا مثلا وصلت لدور 64 لا يعني ايه توصل لدور 64 وممكن اقعد مثلا 3 اسابيع او حاجة في حالة حزن، ممكن احيانا توصل لاكتر كمان من كده، وتأثر على التمرين وتأثر على الحاجة. ولكن زي ما بقولك الواحد بيبص للناس اللي حواليه ناجحة وبيحاول يتعلم منهم. أبطال العالم دايما يقولك عندهم الذاكرة بتاعتهم بينسوا بسرعة، يخسر ماتش يبص اللي بعده، يخسر بطولة يبص اللي بعده. النادي الأهلي كده برضه، النادي الأهلي يخسر بطولة يبص اللي بعدها، أو لما يكسب يبص اللي بعدها. فما بقتش دلوقتي عندي حتة العواطف دي زي زمان، إن أنا أفرح قوي بعد المكسب أو تزعل قوي قوي بعد المكسب. وفي الحالتين برضه ببقى عارف ان في ناشئين صغيرين بيبصوا عليا، ما ينفعش النهارده اخسر ماتش واني بكسر مضربي، يقول لك انا مش عايز ابقى زيه. المفروض يبقى انت بتدي مثل للناشئين اللي بيبصوا عليك او حتى الناس اللي بره اللعبه، ان من اهم حاجات في اللعبه اللي انت بتوريه بعد الخساره مش بعد المكسب. صح. ان قد ايه انت روحك رياضيه، تروح تهني الخصم، تروح تقول له جود بلاي، انت لعبت احسن مني، تستحق انك تكسب، وتوش هيم ويل يعني، تقول له ان شاء الله الراوند الجاي تكسب او جود لك او حاجه زي كده. وطبعا في وقت المكسب، بس في وقت الخساره متهيألي بيبان الروح الرياضيه اكتر من وقت المكسب. وقت اولمبياد طوكيو مع كل نقطه كنت بتشجع نفسك اجمد يا عمر، ده كان بقى ترند وقتها في مصر يعني اهوت. فازاي بتقدر تحفز نفسك لو حسيت بتراجع في مستواك خلال الماتشات؟ هل دي دايما طريقتك المعتاده ولا كان وقتها بقى في عز الحماس؟ لا دي كانت حصري في طوكيو، مش عارف هي جت منين بصراحه. موضوع اجمد يا عمر دي بالذات الماتش بتاع الصيني شوان شيوان اللي هو كان بالليل متاخر، ان هو لعبت الماتشين يعني، كان حظي القرعه ما كانتش في صالحي قوي، لعبت ماتش ماتياس اللي هو رقم 2 على العالم ساعتها، والساعه 2 الظهر، وكان الساعه 8 بالليل هلعب تاني ماتش الصيني شوان من تايبي. فكان ساعتها بالنسبة لي أنا كنت منهك جدا عضليا، والماتشين كانوا 4-3، فجي في الآخر خالص عمال بقول لا يعني لو جت على التعب إن شاء الله مقدور عليه. فكنت عمال بقول اجمد يا عمر يعني، ده بالنسبة لي كانت من الحاجات المحفزة جدا، لدرجة إن بعد كده أخويا خالد أو الكابتن ماجد بقى لما يجي يشجعوني يقول لي اجمد يا عمر. لعبت في ربع النهائي في طوكيو برضو قدام الأسطورة الصينية مالونج، ورغم نظريا قبل المباراة كان كله متوقع الخسارة، لكن التايم لاين المصري كان كله متابع لمباراتك انت،
في وقت مصر بتلعب فيه مع البرازيل في كره، في منافسات كره القدم في الاولمبياد، كان احساسك ايه باللي شفته على السوشيال ميديا وقتها؟ بتالي احساس اول مره تحس بيه بالنسبه لتنس الطاوله في مصر يعني. كنت طاير من الفرح يعني لما لقيت اولا الناس في عماره مصر. احنا طبعا الناس مش عارف عارف الموضوع، لا في الاولمبياد بيدوا لكل بلد عماره بالظبط، فاحنا بنسميها عماره مصر. لما كنت انزل مثلا والاقي فريق اليد بيقول لي انت امبارح لعبت حلو قوي، النهارده كمان فاضل على الميداليه خطوه بسيطه، الاقي مثلا التايكوندو كده، الاقي الالعاب الثانيه معايا كده، بعد كده كمان ابص الاقي اسمع على السوشيال ميديا ان الناس كلها متابعاني في مصر مع طبعا الكوره او احيانا اكتر شويه. فكنت بقول لا احنا بجد قدرنا ان احنا نغير عادات كنا احنا متعودين عليها، ان لو الكوره بتلعب هتفرج على كوره بالظبط. دلوقتي لا، انا ممكن اتفرج على كوره وكمان اتفرج على العاب تانيه فرديه اكون بحاببها وحابب اشجعها، وان هو كمان يبقى لامسني او لامس عواطف بتاعتي بحيث ان هو محمسني العب رياضه بشكل عام. هو انت وانت في وقت البطولات وتحديدا في الاولمبياد يعني بتبقى متابع السوشيال ميديا ولا بتبقى فاصل نفسك؟ في نوعين اصلا من الناس. كنت زمان ببقى فاصل نفسي خالص تماما، ولكن دلوقتي بقيت عامل توازن شوية. أولا بقيت حابب جدا أن أطمن أهلي بعد كل مباراة سواء مكسب أو خسارة، أقول لهم يعني جملة أو جملتين كده، وده برضو يعني ده مش سوشيال ميديا قوي بس ده برضو من نوع من أنواع التواصل. زمان أنا كنت أروح البطولة أدي التليفون بتاعي للمدرب أقول له خلي ده معاك لغاية آخر ماتش. دلوقتي ما بقتش بعمل الحاجات اللي هي الاكستريم دي يعني بقيت بحاول دايما افضل طبيعي عشان كمان ما احطش ضغط على نفسي. لو هي البطوله بقت البطوله في الاول وفي الاخر يوم عادي. برضو في وقت اولمبياد طوكيو بعد الخروج من دور الثمانيه كان نزل كنت صوره ليك مع توماس باخ اللي هو رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه، واتقال ان هو اللي طلب ان انت تيجي تقعد جنبه وانتوا بتتابعوا المباراه النهائيه. هل ده حقيقي؟ ده حقيقي. ايه اللي حصل؟ كان توماس باخ هو طبعا الماني ورئيس اللجنه الاولمبيه، هو بيختار كل يوم لعبه يروح يحضر الفاينل بتاعها كحاجه شرفيه. فانا جالي من الاتحاد الدولي لتنس الطاوله ايميل رسمي بيدعوني ان انا اقعد جنب توماس باخ وارد على الاسئله الفنيه اللي هو هيكون شايف ان هو هيبقى عايز يعني ان هو يعرفها عن الفاينل وعن اللاعبين كمان. فانا مراتي المانيه وانا بتكلم الماني، فكنت عايز اعرف هل ممكن انا يعني ادير الحوار مع المانيا او لا. فكلمت مراتي اول ما عرفت تاني قبلها بيوم، قلت لها انا هقعد بكره جنب رئيس اللجنه الاولمبيه يعني حاجه كبيره. فقالت لي هي طبعا هي فيري اكاديميك بقى هي عشان دكتوره، فهي راح جايه عامله ريسيرش كامل عن توماس باخ. فجابت لي توماس باخ من ساعه الولاده لغايه لما بقى رئيس لجنه اولمبيه وكان جميل. بيلعب سلاح ووصل كوارتر فاينل في اولمبياد فين ومش عارف ايه ده. فلما رحت معاه فبقيت اتكلم معاه على الباك جراوند اللي انا مراتي مديها اللي هي طلعت كلها صح، وبقيت اتكلم معاه بالالماني. فانا متهيألي احنا اخدنا وقت شويه اكتر من اللي كان بلانت يعني. فقعدت معاه قبل الماتش بحوالي 10 دقايق وكملت معاه الماتش كله، وقعدنا كمان بعدها بشويه وفي الاخر خالص اداني ساعه هديه كانت حاجه جميله قوي مكتوب عليها يعني الاولمبيك جيمز، وكانت يعني سبيشال اديشن هو عنده هو بس. كانت من الحاجات اللي انا مش هنساها. انا كمان قدمت له هديه من يعني دبوس مصر لان هي كانت ذكرى انا شايف ان انا مش هنساها يعني. اكيد بعد الاولمبياد بقى الناس كانت مستنيه انجاز جديد من عمر عاصر، لكن حصل خروج مفاجئ في بطوله العالم. احكي لنا عن الكواليس والسبب من وجهه نظرك، هل ثقه زايده مثلا ولا اعداد الظروف معاكسه؟ ايه اللي حصل يعني؟ والله يمكن الاثنين يعني. برضو انا شايف ان كويس ان الواحد يعترف بالاخطاء اللي بيمر بيها، وانا شايف ان من الاخطاء اللي حصلت ان احنا اخدنا فترة شوية عايشين على الانجاز اللي حصل في الاولمبيك جيمز بدون ما احنا نحسب ازاي ان احنا نعمل انجاز اكبر منه في بطولة العالم في امريكا. في حاجات كانت هي في ايدي ان هي كانت تعمل افضل، وفي حاجات برضو كانت انا شايف ان هي كانت ممكن اداريا تكون افضل. انا هبدأ بالحاجات اللي عندي الاول. طبعا كان لازم اخد فترة راحة مستحقة بعد الاولمبيك جيمز، وانا ما خدتش كده. انا بدأت على طول بعدها تمرين، وده خلى عندي برضو ان انا اتصبت في شهر 10 في ظهري بسبب الحمل الزائد. تاني حاجة ان انا ما عملتش تخطيط جيد للبطولات اللي انا المفروض اشترك فيها، بحيث ان انا ما زودتش قوي قبل ما اروح العب بطوله كبيره زي بطوله العالم. بطوله العالم دي محتاجه شهر كده لوحدها تتمرن فيها وتستعد فيها. بدات اعداد لبطوله العالم اسبوعين قبلها، اتفاجئت ان المسؤولين عن الرياضه في مصر
ما قدروش ان هم يجيبوا لنا تاشيره دخول امريكا. فبقيت ان انا لغايه عايز اقول لك والله يعني ده دي حقيقه لغايه قبل البطوله بيومين انا مش عارف هل انا هقدر اسافر ولا مش هقدر اسافر. لدرجه ان طلبوا مني ان انا اسيب المعسكر اللي انا كنت عامله في المانيا واروح لدبي واقعد يومين فاروح يومين متاخر على البطوله كالتالي يعني عشان اخد تاشيره امريكا من دبي لانه مش قادر يحققها هنا من مصر. طبعا انا برده مش عايز اكون متحامل على اي حد, هي كانت فتره طبعا برده كورونا وكده, ولكن انا شايف ان لو كان في حصل تخطيط قبلها كان ممكن الموضوع يكون اكتر احترافيه في التخطيط كده. بس طبعا ايا كان انا معترف ان او يعني شايف ان في تقصير حصل في بطولة العالم, واتمنى ان ده ان شاء الله انا ما اعملوش تاني, واتمنى كمان من المسؤولين ان على الاقل خالص يبقى في معسكر. يعني ده ابسط الحقوق يعني قبل البطوله, قبل بطوله كبيره زي كده. مش معقوله النهارده يبقى احنا من ساعه الاولمبياد لغايه النهارده ما يبقاش حصل ولا معسكر. ده حاجه وضع غير مقبول يعني. ايه رايك في قصه تجنيس اللاعبين الصينيين حتى للمنتخبات الاوروبيه, وهل مصر تحتاج للتجنيس من اجل المنافسه ولا عندنا ابطال ناشئين قادمين؟ والله ده سؤال حلو جدا. لو انت هتعمل التجنيس صح ممكن تعمله. بس صح دي يعني مثلا ناخد مثال المانيا مثلا. المانيا بتجيب اللاعب بيبقى ليه واجبات وليه حقوق, والواجبات دي اهمها ان هو لازم يطلع من اللاعب ده استفاد منه بحيث ان اطلع من عنده جيل صغير كبير جدا يكون لوكال يكون محلي صح, بحيث ان ببقى جايب اللاعب ده مثلا مش جايبه لبطوله ولا جايبه لسنه, ببقى جايبه 5-7 سنين فيجن رؤيه. لكن انت النهارده متهيألي في مصر ما تقدرش تعمل كده. يعني اي مسؤول النهارده تيجي تكلمه في حكايه زي كده هيقول لك انا نفسي مش عارف انا بعد 3-4 سنين انا موجود ولا لا. فما يقدرش النهارده ياخد قرار استراتيجي 5-7 سنين قدام. فدي برضه حاجه انا ممكن اكون فاهمها. بس احنا محتاجين ان يبقى في سيستم, وان يحصل لو هنعمل تجنيس يبقى زي المانيا. اجيب لاعب يخرج من اللاعب ده اجيال واجيال بعد كده بحيث ان بعد كده يبقى في ناس اجمد منه. في برضه مثال تركيا عملت قبل كده, انا حكيت حتى الموقف, جابوا لاعبين جنسوهم عشان دوله العاب البحر المتوسط فقط. وما خدوهاش. طب فطبعا ده مثال انا شايف ان هو يعني ما هوش احكم حاجه. هو التجنيس في تنس الطاوله اللي هو بيبقى بباسبور, مش ان انت تاخد الجنسيه كامله, لا ده مؤقت حاجه بالزبط. لاثناء البطوله بس صح كده بالظبط. ممكن يبقى اثناء البطوله او يمكن هو بيجيبك يتعاقد معاك لاكتر من سنه فيقوي عنده المنافسه المحليه, يقوي عنده الدوري, يقوي عنده البطولات المحليه, فبالتالي يخرج ابطال اكبر او يعني اقوى من المحترف اللي انت جايبه اساسا. بس ده وقتها حاجه مش هتضايقكم انتم على اساس ان حد هياخد مكانكم في المنتخب او حاجه؟ شوف طالما انت بتعمل الموضوع وانت عامله برؤيه وعامله بحاجه ما يهمكش بقى مين يتضايق ومين ما يتضايقش. لا حتى لو اللاعب دايما شايف نفسه احسن واحد اكيد, فدي حاجه ما اقدرش اكذب عليك واقول لك لا انت لو جبت حد انا لا طب انا نفسي افضل دايما رقم واحد. بس انت لو جايب واحد انت شايف ان هو هيفيدك جو اهيد. افضل مركز ليك في التصنيف العالمي كان ال16, ولكن بعد اولمبياد طوكيو تحديدا بدات تاني ترتفع في التصنيف لحد لما وصلت ل19 في شهر مايو, وحاليا بقيت في المركز ال20. ايه طموحك الدولي الجاي؟ التصنيف برضو يعني انا لسه ماشي على التصنيف ان شاء الله, ان انا عايز اوصل لاكبر يعني نفسي ادخل التوب 10 تبقى حاجه جميله تاريخية. طبعا ارونا سبقني كلام, انا سبقته يعني في توب 50 سبقته, في توب 20 سبقته قبل كده, ولكن هو سبقني دلوقتي في توب 10. فده بالنسبه لي طموح كبير ان انا نفسي اوصل ان شاء الله ابقى توب 10. انا وخالد عصر كمان اخويا بنشتغل ان احنا تصنيفنا كدبل كزوجي يزيد, ان احنا كمان نبقى مثلا من اول الزوجيات على العالم. انا ودينا مشرف بنشتغل ان يبقى احنا وهي في الميكس ممكن من افضل 5 أو 6 في العالم. احنا كنا في طوكيو رقم 8, فنفسنا ان شاء الله نبقى اقرب من كده كمان عشان يبقى فرصنا ان احنا نكسب ميدالية اعلى من كده. فانا بالنسبة لي الهدف بتاعي دلوقتي ان انا ازود تصنيفي باذن الله. يعني كون ان انت وصلت قبل كده للمركز ال16 عالميا,
ليه لما انت كنت في الاولمبيات مثلا كان الاعلام بيتحدث عن انك مش مرشح ان انت تاخد ان انت توصل دور 16 اصلا؟ يعني ما انت 16 عالميا، فليه ما تاخدش ما تبقاش 16 كمان على الاقل تبدا اللي هو بتركيزك الحقيقي من اول دور 16 في البطوله؟ يمكن سبب من الاسباب ان اعلاميا احنا بنركز مع الرياضيين في الالعاب الفرديه بالذات في بعض البطولات، زي فقط في البطولات الاولمبيه والبطولات العالميه. يمكن لو حصلت متابعه مستمره للاعبين هيبقى الاعلام ابديتد شويه، يبقى عارف قد ايه وممكن يتوقع من اللاعب ايه في بطوله ايه. فمثلا لو احنا في الاولمبيات هو شاف مثلا ان انا كنت 16، فممكن يقول لك والله عمر عنده فرصه مثلا انه يوصل كوارتر فاين او يوصل دور الثمانيه، وبالتالي هيبقى التوقعات حقيقيه شويه، ما يبقاش فيها احلام كبيره وما تبقاش برده محبطه. هدف من اهدافنا ان شاء الله ان احنا دايما نبقى عندنا نتائج تكون اتراكتيف للناس اولا، وبعد كده كمان للسوشيال ميديا والاعلام، ان هو دايما يبقى حابب يتكلم عن الرياضيين، مش عشان هدف ان يبقى فيه شهره او يبقى فيه تصوير في الشارع او الكلام اللي هو البسيط ده، لا، عشان يبقى فيه ناس اكتر تلعب رياضات فرديه، ما يبقاش الناس كلها عايزه بس عايزه اطلع فقط لاعب كوره او لاعب هاندبول، انا عايزه اطلع كده وكده، وكمان نفسي اطلع لاعب تنس طاوله او لاعب من الالعاب الفرديه. دايما الاصابات بقى بتعطل اي رياضي، احكي لنا عن اصابتك الاخيره في العمود الفقري، وهل تعافيت منها بشكل كامل وازاي تعافيت منها؟ برضو كانت اصابه ناتجه عن سوء تخطيط. انا قراراتي اللي باخدها معظمها بتكون قرارات فرديه، وده حاجه انا مش فخور بيها تماما. يعني المفروض يكون في نظام قوي يقرر للاعب ايه البطولات اللي هو هيشتركها، ايه المعسكرات اللي هو هياخدها، او كمان ايه فترات الراحه اللي هو يقوم بيها. احيانا انا باخد قرارات بعد بطولات عشان انا شايف ان والله دلوقتي افضل حالاتي فالعب كتير، واحيانا ما بيكونش ده قرار سليم. العمود الفقري حصلت لي بطوله في عمان، ما قدرتش الناس تكمل البطوله بسببها، ولكن الحمد لله الفريق اللي معايا فريق قوي جدا، سواء المدرب البدني او المدرب الفني او كمان الدكتور اللي معايا، هم في المانيا وهم بيقوموا بواجب كبير قوي، وده اللي انا اتعافى الحمد لله بعد 3 اسابيع، ودي مده قياسيه بالنسبه لحجم الاصابه، ورجعت تاني الحمد لله، وحاليا الحمد لله مفيش اي اصابه، وبطوله افريقيا الحمد لله قمت. يعني اللي مبسوط منه قوي ان انا احيانا بكون فني مش احسن واحد، بس في معظم الوقت بكون بدني افضل واحد في البطوله. والبدني مش سهل، يعني ده محتاج عرق ومحتاج جري ومحتاج جيم ومحتاج ده الواحد يقدر عليه. يعني فانا ببقى مبسوط لما بكون داخل البطوله زي طوكيو كده بدنيا قوي. 31 سنه حاليا صح؟ 30 سنة. ايه عمر الاعتزال تقريبا في تنس الطاولة؟ يعني مثلا كرة القدم من 33 ل 36 سنة، هل الطبيعي في تنس الطاولة الوصول ل 40 او بعد كده؟ ممكن. عندنا دلوقتي لاعبين عالميين زي تيمو بول مثلا دلوقتي عنده 42 سنة ولا يزال توب 10 على العالم، فاعتقد ان شاء الله ان في فرصة لو انا قدرت ان انا فنيا وبدنيا احافظ على المستوى الفني بالذات بدنيا، ان شاء الله اقدر ان انا يعني العب تنس طاوله الى اكبر عمر ممكن. ابرز اسطورتين في تاريخ افريقيا لتنس الطاوله هما عمر عصر وارونا كوادري النيجيري، الاثنين انتوا الاثنين اخدتوا 5 اولمبيات من قبل كده يعني، ورغم قوه المنافسه دي لكنكم اصدقاء جدا. ازاي بقى بتحافظوا على قوه الصداقه دي ما بينكم رغم المنافسه القويه جدا ما بينكم؟ شوف، على المستوى الشخصي انا ارونا بالنسبه لي بشوف ان هو قصه نجاح قبل ما يكون لاعب تنس طاوله. هو راجل بدا بامكانيات ضعيفه جدا جدا في نيجيريا في ليكوس، وبعد كده انتقل هو وعيلته الى الاحتراف بره. انا من اوائل معجبين، يعني دايما بقول له انا معجب باللي انت بتقدمه، ومعجب ان انت واخد علم بلدك للمحافل الكبيره دي. وهو دمه خفيف، انا بحبه جدا، يعني هو دمه خفيف وقعدته حلوه. حتى احنا كمان على المستوى العائلي صحاب، يعني مراته مثلا، مراتي ساعات نخرج مع بعض، ساعات استضيفه عندي في البيت، رحت عنده البيت في البرتغال وعايش في لشبونه. فيعني انا بحبه جدا بصراحه، وكنت بجد يعني مش كلام للكاميرا والله، بس هو فعلا انا كنت قلقان لما هو وقع على الارض في الماتش النهائي. عشان كده بقى كنت بتكلم على حته الصداقه دي، ظهرت طبعا ما عادتش غريبه في اللقطه بتاعه المباراه النهائيه في بطوله افريقيا الاخيره، ولما تعرض هو لاصابه وانت يعني رحت طمنت عليه، ده طبيعي، انما ان انت ما ترضاش بقى تلعب على مكان الاصابه، ده اللي كان اللقطه اللي خلت السوشيال ميديا كلها طبعا تكون فخوره بيك. يعني ايه اللي حصل بقى؟ احكي لنا.
اولا انا شايف ان ده لازم يحصل بعيدا ان احنا كنا اصحاب ولا لا، طالما انك انت طبعا مش اخلاقيا يعني انك انت شايف واحد مش قادر يدوس على رجله فتلعبه على الرجل اللي هو مش قادر عليها. هو انا برضو كان في اكتر من حاجه بتدور في دماغي، يعني هو انا ايه المفروض اعمله في الوقت ده؟ يعني هل المفروض ان انا اسيب الماتش؟ بس انا برضو مش حابب ان انا اخرج بالبطوله من غير الكاس، خصوصا والماتش كان لسه في الملعب، يعني 4-2 دي ولا حاجه. ممكن سيرف كوره تاتش كوره نت بقت 4-4 الماتش بقى في الملعب تاني. وانا كمان كنت متقدم 3-2، بس في نفس الوقت برضو انا مش عايزه هو يحس بألم اكتر، او مش عايز هو يقوم بحركة فجائية بحيث ان الاصابة تتطور بقى، يعني مثلا يكون هو عنده شد فيبقى مزق او قطع في الرباط الصليبي لا قدر الله او حاجة. فعشان كده انا حتى انا رايح اجيب الكورة بعد في 4-4 اقترحت عليه قلت له نوقف احسن، انا خايف يعني خايف عليك. فقال لا انا مش حابب ان انا استسلم. وطبعا هو دي برضو حاجة يحيى عليها يعني. فحاولت ان انا يعني حاولت شفت لا قلت خلاص مفيش داعي ان الواحد يلعب على الاصابه، وجسيت كده النبض لقيت فعلا هو خلاص يعني مفيش اي فرصه ان هو ممكن يكسب الماتش بالحاله اللي هو فيها. فلعبت على قد الامكانيات اللي هو موجود فيها دلوقتي، حاولت ان انا اوجه الكوره لرجله الشمال شويه ما يبقاش بس الايد اليمين، خصوصا ان كده كده هو لو مفيش بالانس في الرجلين مش هيقدر ان هو يدي الكوره بالقوه الفلانيه. والحمد لله الموضوع عدى، ولكن انا كنت حقيقي يعني مش كلام للكاميرا بجد، انا كنت قلقان ان هو يكون في حاجه ممكن تاثر عليه لسنه او سنتين قدام. والحمد لله طمنت عليه بعدها. الحمد لله انا اليوم اللي بعدها على طول زورته في ليجوس، وهو حتى ما حطهوش في مستشفى بشكل دائم، يعني هو راح مستشفى شويه ورجع تاني بيته، وبعد كده طمنت عليه تاني بشكل يعني يومي، والحمد لله هو كويس. وهو بني ادم بجد بطل كبير وبطل رائع، وزي ما انت قلت هو فعلا من اعظم من الناس اللي لعبوا تنس طاوله في قاره افريقيا ان لم يكن اعظمهم. يعني بالحديث بقى عن ليجوس، الاجواء في ليجوس عامله ازاي اساسا؟ يعني ان انت تروح تكسب ارونا في ليجوس في بلده، فدي مش حاجه سهله طبعا. عندهم الشغف بتنس الطاوله عامل ازاي تحديدا؟ ليجوس انا بشوف ان هي عاصمه تنس الطاوله في افريقيا، يعني هم الحب اللي بيحبوه لتنس الطاوله هناك يعني كبير جدا. كمان عندهم بقى برضو مشكله ان هم عندهم مراهنات، ودي حاجه الناس مش عارفاها، الا هم الجمهور كله بيراهن مين اللي هيكسب قبل الماتش. فعشان كده انت بتبقى اللي بيبقى عايز يراهن على ارونا بيبقى عنده حياه او موت ان ارونا لازم يكسب النهارده. فمن الحاجات اللي انا يعني ببقى عامل حسابها قوي البطوله بتاعت ليجوس دي، وبتبقى بالنسبه لي زي كده ايه ضغط انك انت عندي بطوله ليجوس السنه دي، يعني لازم الاستعداد بتاعها. شهر 4 كله قاعد في ألمانيا مفيش بطولات، وقافل بس عشان بطولة ليجوس إن شاء الله إن ربنا يوفقنا فيها بشهر 5. الأجواء هناك بقى نفسي يعني حتى أدي صورة للناس للأجواء هناك. الصالة هي بتاخد حوالي 5000 متفرج، الصالة مفيهاش كرسي فاضي من أول يوم لآخر يوم. جميل. دي أول حاجة. تاني حاجة الأصوات اللي هم بيشجعوا بيها ممكن تكون بيستخدموا اي حاجه عشان يعملوا دوشه، يعني مثلا كان مثلا طبله زمار اي حاجه بحيث ان هي ما يسمعكش صوره الكوره. احنا عندنا تنس طاوله انت لو سامع صوت الكوره ده كويس عشان تقدر تحدد السبين والكلام. انت هناك لو انا قعدت بتكلم معاك عملنا انترفيو ده هناك مش هنسمع بعض. ده مسموح بيه اصلا في يعني مثلا في التنس بيبقى لازم الجو يبقى هادي مفيش صوت نادي الطاوله؟ لا هو الحكم بيطلب الناس ان هي تسكت بس مفيش حد بيسكت. لا حتى لما انت نادي. طبعا ناهيك برضو عن الـ في ليجوس الزحمه زي ما انا قلت قبل كده، الزحمه كبيره جدا في المدينه، فده برضو بيحط عندك عيب ان انت لازم ترتب بشكل معين انك تروح للماتش فت. فهي تجربه هايله، وانا مبسوط الحمد لله ان احنا كسبنا بطوله افريقيا في نيجيريا المنافس القوي لينا في افريقيا. فان شاء الله ان شاء الله نفضل دايما محافظين على اللقب. في منافسات السيدات هنا جوده كسبت منافسات الفردي، شايف انجازها ازاي مع صغر سنها؟ وهل بتنصحها بحاجه معينه؟ شوف انا بحب هنا جدا كلاعبه وكمان كبر بره اللعب، يعني هنا دايما بتعمل جو حلو قوي في المنتخب.
هي دمها خفيف وعندها طاقة دايما، طاقة إيجابية ودايما متفائلة ودايما ما هياش شكاية، يعني حتى مع صغر سنها وفي أجواء صعبة في نيجيريا ما كانتش دايما بتشتكي مثلا من سوء الأكل أو سوء الانتقالات أو كده، يعني بتستحمل ودي حاجة كويسة أو يعني هي عندها المبادئ إن ممكن تبني عليها حاجات أكبر وأكبر. هي طبعا بطلة كبيرة وممكن كمان إن شاء الله تبقى أكبر من هي. طبعا هي كسبت دينا مش في سيمي فاينل، وهما الاثنين يعني دينا هي يعني افضل لاعبه افريقيه على مر التاريخ لغايه وقتنا هذا، هي دينا مش كانجازاته كسبت البطوله دي 8 مرات متتاليه ما شاء الله، يعني ارقام كبيره جدا. اول محترفه مصريه في المانيا بالظبط، لعبت اول واحده تاخد التجربه تبقى محترفه وتروح تعيش في المانيا وتلعب تشامبيونز ليج وتلعب دوري، فدينا مشرف بطله عظيمه يعني. وهنا ان هي تقدر تفوز على دينا مشرف وان هي تقدر تلعب في المستوى ده، انا بشوف ان هو انجاز كبير طبعا. الماتش النهائي ما كانش بقوه السيمي فاينل، انا بشوف ان البطوله كانت في السيمي فاينل، الماتش النهائي كان محسوم لهنا من قبل الماتش يعني. كمان عايز اقول ان هنا ما هي محظوظه ان هي طالعه في جيل قوي، يعني هي هنا ومعها مريم الهديبي ومعها مروه الهديبي ومعها يسرى اشرف حلمي في دلوقتي برضو في نادي في المنصوره، كانت قبل كده في الاهلي وكسبت بطولات كبيره مع الاهلي وكسبت بطوله افريقيا الاخيره 2 ذهبيه ما شاء الله يسرى. هنا طلعت في جو منافسه وده اللي خلق عنها البطوله، وهو انت لو حطيت ناشئ في جو منافسه قوي يخرج افضل ما عنده، لكن عايزين نتجنب ان يبقى فيه دايما عندنا في مصر يبقى فيه نجم او نجمه. لا، هو احنا كفريق قوي بالظبط وكفريق سيدات قوي، ده مهم قوي يحصل، وده الجو الهيلثي اللي لازم ان احنا نحافظ عليه. كان ليك تصريح قبل كده ان افضل حاجه لهنا جوده انها تبعد عن السوشيال ميديا. صح تماما، هل في رايك ده ممكن ياثر عليها بالسلب في وقت من الاوقات؟ ممكن ياثر عليها بالسلب لو هي تعرضت مثلا لمباركات او لكومنتس مبالغ فيها بعد المكسب او العكس، لهجوم بعد الخساره. ممكن هي عشان صغر سنها تاخد الموضوع بشكل يكون يعني يؤدي مثلا لغرور او يؤدي لعدم تمرين بعد الخساره. في احيانا في ناشئين كتير بيقعوا في الاحباطات دي، فانا شايف او يعني مش عايز اقول رايي قوي، بس انا رايي ان هي تستثمر كل دقيقه يا اما في دراستها او في تنس الطاوله ان شاء الله. طيب في الجهه الاخرى في زوجي المختلط، انت بتلعب مع دينا مشرف اللي تعتبر من اساطير ومواهب مصر زي ما قلنا وافريقيا في اللعبه، صح. بتشوف مهارتها ازاي واحترافها في اوروبا ومدى وتصنيفك ليها على مستوى اللاعبات اللي انت بتتابعهم عالميا يعني؟ انا بستريح جدا في اللعب مع دينا وشايف ان احنا عندنا امل كبير قوي ان احنا نحقق حاجه كبيره لمصر باذن الله. انا ودينا بنلعب مع بعض، انا بدانا وانا عندي 10 سنين وهي عندها 7 سنين بنلعب مع بعض زوجي مختلط، ومن ساعتها مكملين مع بعض لغايه دلوقتي. ف في تفاهم كبير جدا في اللعب بيحصل ما بيننا، احيانا كتير قوي دينا كمان بتشني حتى وانا مش افضل حالاتي، يعني في اكتر من بطوله بالذات في افريقيا كنت يمكن بوصل واكون منهك بدنيا او حتى فنيا ممكن ما اكونش في فورمه، ودينا هي اللي بتشيل الماتش، وده مش متعرف عليه في عندنا في الميكس دوب عامه، ان الولد هو اللي بيبقى مسيطر اكتر. لكن فعلا يعني حتى انا في موقف مش هنساه، كنا بنلعب تاهيل بتاع طوكيو وبنلعب زوجي قوي جدا من نيجيريا، هم الاول على نيجيريا، شوجن وفونكي الاثنين دول هم اكتر ناس كسبوا البطوله دي يعني في الزوج المختلط بعدنا ودينا. وبعد المباراه فاللاعب النيجيري بيجي بيقول لي انا كنت حاسس ان انا بلعب مع ولدين، يعني ما العبش مع ولد وبنت من كتر المدينه كانت من عندها قوه وعندها مهاره وعندها تركيز. فانا مبسوط قوي وبجد فخور ان انا بلعب مع دينا، ونفسي ان ربنا ان شاء الله يعني يهدينا ميداليه بحيث ان احنا نكون طلعنا بالمسيره الطويله دي بميداليه كبيره عالميه او اولمبيه باذن الله لمصر ان شاء الله. دينا مشرف احترفت في المانيا وبتلعب الحجاب هناك، وانت احترفت من سن صغير كمان هناك، هل حصل وتعرضتم لعنصريه بسبب انكم عرب او ديانتكم في المانيا او في اوروبا عموما؟ لا خالص، بالعكس الحمد لله احنا محظوظين جدا ان المجتمع اللي احنا عايشين فيه في المانيا او الناس اللي حوالينا ناس داعمين جدا لينا، بالعكس بيعاملونا بطريقه اولا احترافيه وبعين فيها كمان ويلكومينج، تحس ان هم مبسوطينك انت موجود. احنا برضو في المقابل بنحاول ان احنا ندي دايما كل يوم 100%، يعني انا دايما بحب اكون افضل لاعب في التمرين في الصاله حتى لو انا مش افضل في الرانكينج، بس بحب انا دايما اكون افضل واحد بيتمرن
عشان هو يحبني اكون موجود، لان الموضوع في الاخر هي استفاده متبادله، انا بستفاد منه ومن لعبته الجامدين، وكمان بفيده ان بديله روح قتاليه في التمرين، بديله ان الجروب بتاعه بيبقى قوي. دينا بتعمل نفس الكلام في السيدات، لدرجه ان دينا لما بتيجي احيانا تبعت لهم تقول لهم انا عايز اجي، فبيطلبوا منها ان هي تقعد اكتر ما دينا عايزه تقعد من كتر ما هي هما بيحبوا ان دينا تكون موجوده معاهم. وخالد برضو نفس الكلام في الدنمارك، واكتر من لاعب تاني مصريين. الحمد لله الفريق بتاعنا كله سواء رجال وسيدات مشهورين بالتمرين القوي، وكمان ما بيعملوش مشاكل، يعني بيحترم المدرب بيحترم اللاعبين. اخيرا انت عندك ابن اسمه نوح، هل ناوي يكون لاعب تنس طاوله ولا رياضه تانية؟ وفكرت يلعب بجنسيه مصر ولا المانيا؟ اولا انا نفسي والله يلعب تنس طاوله، يعني يعني الحمد لله طبعا هو من ساعه نوح ما جه وهو مديني دفعه كبيره، بحس ان انا بتمرن اكتر، بحس ان انا نفسي اعمل بطوله حلوه. انبسطت قوي لما كنت بلعب في الاولمبيات وكان في صوره هو متصورها وهو لابس التيشيرت وقاعد بيتفرج، فطبعا الحاجات دي يعني مش عايز اقول لك احساس رائع يعني. طبعا نفسي طبعا يلعب تنس طاوله يا ريت، وطبعا بس هو طبعا ليه الحريه ان هو لو عايز يلعب اي رياضه تانية. لغايه دلوقتي هو باين اكتر ان هو بيحب يلعب حاجات برجله اكتر من ايده، يعني بيستخدم رجله اكتر، بيحب يلعب كوره جدا، ما بيخافش من الكوره، بيدخل يلعب مع اي حد كوره عندنا يعني هناك في المانيا. نفسي ان هو يمثل منتخب مصر في اي رياضه هو يختارها، لان انا جربت الاحساس وعارف ان هو احساس كبير واحساس غالي، نفسي هو كمان يجرب الاحساس ده. فانا نفسي بس اهم حاجه ان هو يكون هيلثي وان هو يكون كويس، وبعد كده كل اللي بعد كده بقى اكستراس ان شاء الله. نورتنا كابتن عمر، ويعني كنت سعيد جدا بالحوار معاك. شكرا، انا اكثر بجد مبسوط قوي ان انا النهارده في الجول، واحنا من متابعينكم وبنتمنى لكم كل التوفيق باذن الله. ربنا يخليك. شكرا.